كيفية إنشاء الفصول الافتراضية في نظام إدارة التعلم Blackboard. توفر الفصول الافتراضية العديد من الأدوات والخدمات المساعدة لإدارة المحاضرات الإلكترونية عبر نظام إدارة التعلم Blackboard. يمكنك إنشاء الفصول الافتراضية لأي مقرر على نظام إدارة التعلم عن طريق الخطوات التالية: قم باختيار إحدى المقررات التي تقوم بتدريسها من قائمة المقررات في الصفحة الرئيسية. ستظهر صفحة المقرر، ومن ثم يتم اختيار الأدوات من محتويات قائمة المقرر الرئيسية يمين الشاشة. عند فتح الصفحة الخاصة بأدوات المقرر، قم باختيار Blackboard Collaborate Ultra لتظهر صفحة إنشاء جلسات الفصول الافتراضية. قم باختيار إنشاء جلسة ليظهر يسار الشاشة مكان لكتابة عنوان الجلسة. وتحديد دور الضيف من مشارك أو مقدم أو منسق، وإمكانية نسخ رابط الجلسة للضيف. وأسفل ذلك يطلب منك تحديد تفاصيل الحدث، وفيها يتم تحديد وقت وتاريخ بدء الجلسة وانتهائها. كما يمكنك أن تجعل الجلسة مفتوحة لا وقت لنهايتها، أو تكرر الجلسة في وقت آخر. وتحدد وقت دخول الطلاب للجلسة. ومن ثم يتم الضغط على حفظ لتظهر أيقونة الجلسة ضمن جلسات المقرر. للدخول إلى الجلسة، يتم الضغط على الانضمام إلى الجلسة من القائمة المنسدلة بجانب اسم الجلسة. عند الدخول إلى الجلسة، يتم أولاً اختبار الصوت، وثانياً اختبار الصورة، ومن ثم الانضمام للجلسة بنجاح. يمكنك تسجيل الجلسة من خلال اختيار Start Recording والتواصل عن طريق الصوت والصورة من خلال الأيقونات أسفل الشاشة. كما يمكنك أيضاً التواصل مع الطلاب كتابياً عن طريق Chat. للخروج النهائي من الفصل الافتراضي، يمكنك الضغط على Leave Session، ومن ثم يطلب منك تقييم أداء الصورة والصوت أثناء الجلسة. ثم الخروج النهائي من الجلسة.